كيمشي يخطب تيقول لي انت فاش خدام؟ خدام في واحد الشركه. الشركه الدوله ولا القطاع الخاص؟ القطاع الخاص. شحال الصالير؟ مرسمينك بعدا ولا لا؟ مرسمين نعم. كونترا سي دي ولا الجيك الاخرى؟ وشحال كتخلص؟ 3500 درهم. لا 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 احنا ما نعطيوش بنتنا لواحد شي 3500 درهم كانسان زوين كيدير الشراء ديالها ما كيكنيش ما كيدفعش ما تيش كذا كذا كذا. تي خليني نسيو كنت غادي نطق واحد الكلمه خايب الكارثه خايب هي اللي وصلت بينا لهذا الشيء اللي كنعيشوا فيه دابا. كنقولوا البلاد خايبه وهي البلاد راه زوينه. حنا هما اللي تنبدلوا البلاد. حنا هما اللي كنرضعوك وكنرضعوكم لان حنا هما البلاد والبلاد هي حنا. هذاك الشخص الزوين اللي كيتخلص 3500 درهم اللي عنده قيمه ديالو في المجتمع اللي كنحتارمو مابقاش عنده قيمه لان فهمتي ولا كعجل هذاك سكيري فهمتي شي 12000 درهم ماشي مشكل كرا كيعفو على الله. المهم هو بنتنا تكون من برا يقدر جا سيمانه تلقى الا ما جداش في نفس نهارها ولا شي حاجه. ما الاخوان الكلام معمم للوالدين فهمتي بليز. والله كنتمنى شي نهار وداكشي اللي طرا في المستقبل ان شاء الله ما نبقاوش عبد ديال الماده. هو كنديروا الفلوس ما في الاخر لاش المنطق ديال الفلوس الدراري واش يدير. راه الا كنت كندير شي لايف ديال كيفاش دير فلوس من الانترنت راه كنديرو باش تعاون انت راسك تعاون عائلتك تعاون المحيط اللي حداك تولي تعاون ناس اخرين وناس تعاونهم ديروا حتى شي حاجه وخاجين كاملين كنديروا شي حاجه في هذه الحياه هذه ماشي باش ديرهم باش تبوز عليهم باش من وراك تواعي راك كذا راك كذا راك كذا ماشي بهذا المنطق هذا. وهذا المنطق هذا هو اللي ادى لبنا الكارثه في المغرب. وان بنادم ولا كيقول لي راسي يا راسي يا يعني انا ما سوقيش فهمتي الفلوس 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 تجي من هي الفلوس. وليتي مثلا كانسان مثلا زوين ما كي يدير الشراء ديال ما كيكنيش ما كيدفعش ما تيش كذا 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 كيمشي يخطب تيقول لي صافا انت شحال فاش خدام؟ خدام في واحد الشركه. الشركه الدوله ولا القطاع الخاص؟ القطاع الخاص. شحال الصالير؟ مرسمينك بعدا ولا لا؟ مرسمين نعم. كونترا سي دي ولا الجيك الاخرى؟ سي دي وشحال كتخلص؟ 3500 درهم. لا 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 ما نعطيوش بنتنا لواحد شي 3500 درهم. ما عرفتش وات ذا هيل از جوين. تي خليني نسيو كنت غادي نطق واحد الكلمه خايب. المهم الكارثه خايب هي اللي وصلت بينا لهذا الشيء اللي كنعيشوا فيه دابا. كنقولوا البلاد خايبه وهي البلاد راه زوينه في الاول والاخر راه زوينه. حنا هما اللي تنبدلوا البلاد. حنا هما اللي كنرضعوكم وكنرضعوكم لان حنا هما البلاد والبلاد هي حنا. هذاك الشخص الزوين اللي كيتخلص 3500 درهم اللي عنده قيمه ديالو في المجتمع اللي كنحتارمو اللي مابقاش عنده قيمه لان فهمتي ولا كعجل ولا كن هذاك سكيري ماشي مشكل فهمتي ماشي مشكل شي 12000 درهم ماشي مشكل سكراك يعفو على الله. المهم هو بنتنا تكون من برا راه يقدر جا سيمانه تلقى الا ما جداش في نفس نهارها ولا شي حاجه. ما الاخوان الكلام معمم للوالدين اللي عندك اختك انت عندك خوك عندك كتا عندك فهمتي بليز. والله كنتمنى شي نهار وداكشي اللي طرا في المستقبل ان شاء الله ما نبقاوش عبد ديال الماده. هو كنديروا الفلوس ما في الاخر لاش تعاون راسك عائلتك المحيط ديالك ماشي باش تبوز على الاخر. انا راني وعر منك انا راني سيكتون بلا وعر منك. وفريمون هادشي طرا في واحد الديسكسيون مؤخرا واحد الصاجو دخل فيا سبان طول وعرض في الانترنيت وانا كنربح اكثر منو سبان الله ينعل الجين كدا الدراري اللي انفيتاوني قريت داكشي كامل في الاخر ابتسمت لان فهمتي ملي قالوا لي راه قال لهم كيربح اكثر منك وكدا وسميتو قلت شي صات واصل تكون مناسبه زوينه ما تصحابش يجي يسب. ملي دخلت قريت السبان قلت الحمد لله والشكر لله والسلام عليكم مشي الناس. هاد السيد هذا باقي في اسفل الحضيض فايتني باش فلوس فاك يو واش من فلوس اصاحبي ماشي فلوس هما الدنيا اصاحبي كون اصاحبي. انا بالنسبه لي انسان عاطل عن العمل مربي مأدب حسن منك انت اللي جيت كتب داك السبان اللي والفلوس ديالك زيدهم فيك اصاط ما باش دابا انت في نظرك فلوس كتجي يفيدونا فلوسك انت فلوسك انت باش تجي يفيدونا حنايا حتى حاجه فلوسك راهم فلوسك لفتي بهم عائلتك ولا كذا ولا لا وقف عليك شي واحد من المقربين ولا وقف عليك شي واحد من الكارتي ولا وقف عليك شي حاجه كذا ماشي واصل كثر منك فايتك كذا فلوس. كاين الناس اللي عندهم الاخوان صفر درهم
كيديروا العمل الخيري وكذا وكيسافروا على حسب الجمعيات وكذا وكيسافروا في العالم وكيديروا صفر درهم. فايتيني بالنسبه لي انا، فايتيني بزاف، وهاربين عليا وضاربين عليا دورات وضاربين عليا سبعه الدورات ومقرفتيني من الفوق، فهمتي؟ لان خويا تكتب لي بروجيكت لايف ماستري والله تنكتبها دابا، قلت لك غادي ندير سبسكرايب بلا ما يهمني العنوان حتى نشوفو من بعد، لان فايتيني ضاربين عليا سبعه ديال الدورات وقرفدوني رساق وما عندي حتى درهم، ماشي فلوس في الاخر. في الاخر هنايا هذاك السيد راه سمح في حياته، واحد السوري واحد لا واحد الميريكاني ولا ما عرفت سوري، في واحد الفيديو تيبينوا اغرب شخصيات ديال السنه، واحد باع كاع الفلوس، باع في شي ارض في اوروبا ولا في ميريكان، باع كاع الفلوس اللي عنده خطاهم، قالوا راه غادي يمشي يسافر يدور العالم ويتسارى ويتفطح وكذا، مشى عند اللاجئين السوريين كيتعاون معاهم وكيسكنهم وتيبني لهم فين يسكنوا. هذا هارب عليا الصد بسنوات وملايين ضوئيه. انا باقي ما ساليش لهذا الشيء وباقي ما تنديرش هذا الشيء. هذا هارب عليا وهارب عليك وهارب على امه ديال البشر وهارب على بيل جيت وهارب. بيل جيت كيدير الخير بزاف، ولكن فهمتي تيبقى هذيك نسبه من الكابيتال ديالو. عرفتي السيد هذا شناهي حياته؟ تقاعد على 60 عام، خطا فلوسه كامل، مشى واحد تضحيه كبيره، العود راه هذوك راه ما ولادو، راه ما خوتو، ما خلاهم ليه با ما حتى حاجه. باش نرجعوا، ماشي النجاح الاخوان مع ماشي فلوس، فين تبقاش ديما الجمله اللي كنقولها، تبقاش تقارن راسك مع الاخرين، تبقاش تقارن راسك مع الاخرين، فهمتي؟ بيان سور تلاقى مع ناس ديما تيتمناو يشوفوك قل، يشوفوك تحت، ما كرهوش يشوفوك لتحت، كرهوش يجروك نزلوك لتحت، اللي تلاقى معاهم في الحياه، خليك بعيد منهم، ما تفكرش فيهم، نيجليجيهم، ما تسوقش ليهم، الحياه زوينه بزاف، فهمتي؟ هما ما تيساووا 1%. الناس اللي يكونوا دايرين بك يكونوا ناس زوينه، فهمتي؟ في الحياه كاين 99 ديال الناس زوينين و1% خايب. ملي كتبقى كتقول كلشي خايب كلشي خايب، كما قلت تمشي عند داك 1% اللي تعيش معاه، شي وقيته كتلاقى مع شي ناس، لان حتى انت كتكون زيكزاكيتي، فهمتي؟ يو باي ذا برايس ديال الزيكزاك ديالك، وتولي زوين، كتلاقى مع ناس زوينه، كتبغي شي حاجه كتوصل ليها هكذا. المهم شوف المحيط ديالك، دوك اللي قلت لي انتقد اخويا انتقد، فهمتي؟ بالعكس اخي، انا ملي جيت بواحد النيه حسنه الله يستر كل شيء. بزاف ديال الدراري طفروها في الويب الله يستر لهم، منهم اللي ولاو صحابنا، منهم اللي فهمتي ولاو اصدقائنا، منهم اللي ولاو فهمتي غاديين عندنا جايين عندنا شادين السكه للطيرون، شادين عندهم السكه. احنا دابا غادي نتجمعوا في مصر، ف ماشي شي حاجه سهله، راه ماشي شي حاجه سهله الاخ، فهمتي؟ عندنا بزاف راه دابا الوضع اللي كنت عايش فيه ما نقارش بشي حد، الوضع اللي كنت عايش فيه تصور انا دابا ساليت البي تي اس، باقي الله تنبريكو لي هنا وهنا، جيت قلت لي خونا نمشيو لمصر، يقول لي باش غادي نمشي، ولا انا دابا عندي امه ديال البشر اصاحبي، فين ما بغيت نمشي نجرهم معايا الدراري واجدين، لان فهمتي تبارك الله كلشي واصل كدا. لا المهم يعني من جاو الدراري هادو فريمون جاو من هاد السيمو لايف، شي استفدت من السيمو لايف؟ ما استفدتش حتى حاجه من غير الناس، الدراري زوينين تبارك الله تعرفنا عليهم ناس كدا. المهم خلاصه القول، الانتقادات باش تشتتوا لي الافكار، فهمتي؟ ما تسوقش اخاي، العالم زوين، ما تسوقش، فهمتي؟ وما عمرت شي حاجه ما عزاش عليك. انا كنت النهار الاول جاي سيمو لايف، فهمتي؟ داكشي ديال النكست ليفل ديال زعما كنا نشروا الثقافه هذه بالطريقه ديال اليو اس، هي دابا كتنتشر، لان في الاخر قلت ما يمكنش بوحدك، راه دابا بلال كذا الدراري كثار، انا زدت في حالي وما بقاو مراوش، يعني شي واحد يطلع ليه الدم ما يمشي في حالو تيجيو اخرين وغدا غدا غدا. اصعب حاجه هي الفكره، فهمتي؟ انا كان خاصني نغرس الفكره، الفكره دايره بحال الفيروس، صافي كفي اني جيت غرست الفكره صافي. اخطر حاجه دابا ورافض اللايف هذا شحال ما تغرست لي الفكره، واخطر حاجه ممكن تدع عليك في الراس هي الفكره، كلشي ممكن تقاتل معاه، كلشي ممكن ليه الحل الا الفكره، الا زرع عليك شي واحد في دماغك مشكل، غتبقى الافكار هادو يقدر يصحيو واحد غدا مع الصباح، يقدر واحد بيوتيوب لان عز دابا يبغي تيفكر في هذا الشيء، فهمتي؟ وبلا ما تبقى تكومباري راسك مع الاخرين، كومباري راسك مع راسك. انا الحمد لله تكومباري راسي كل عام مع راسي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله، قلتي سبقتهم، انا تنتمنى يكونوا سبقوني اخي، كنتمنى يكونوا سبقوني، فهمتي؟
بالعكس شاجي زوين، شاجي زوين، لانه ها قضيه اخرى، هاد القصه ديال جرك لتحت كدا ولا يحقد عليك، ينتقدك داك الانتقاد فيه وفيه الانتقاد البناء والانتقاد اللي داك الانتقاد ديال ما تيديروش الناس ساكسسفل، فهمتي؟ نيفر ساكسسفل بيبل غانا هيت، ما عمر الناس اللي واصلين يحقدوا عليك. بحال قلتي اوباما حقد عليا، اي 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 انا البنت فرحانه صاحبي لحقد عليا اوباما. شي واحد واصل مارك زوكربيرغ حقد عليا، مارك زوكربيرغ اصلا ما كاينش، انا هي عنده عدد في المليار ديال اليوزرز، انا عدد منهم. عليها الناس اللي فوق ما كيحقدوش، يعني الناس اللي تحت، ماشي اللي تحت، تحت من اللوزرز، الناس الفاشلين في حياتهم هما اللي كيحقدوا. النجاح عاوتاني ماشي فلوس، علاقتي زوينه هذه النقطه غادي نختم بها. لا 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 وصلتي ليا صغار، شي جيت غير الهضره كتجيب هضره، وصلت لنا واحد اللقطه جي ما كنبغي نقولها. النجاح الاخوان ماشي فلوس، النجاح الاخوان ماشي فلوس، النجاح الاخوان ماشي فلوس. راه معلم الا كان تيقرى مزيان التلاميذ ديالنا وليداتنا تيقراو مزيان وفرحان ناجح، ناجح ما كاينش واحد يحيد ليه. الطبيب ديال السنان كيمشي كيقاد الناس مزيان، يتخلص مزيان ولا ما يتخلص مزيان ما سوقناش، تيقاد الناس مزيان، طبيب ناجح، طا ناجح.